نروح أكيد معاكم اليوم ونبلش معاكم بأول فقرة من فقراتنا اللي هي طقس اليوم مع الزميل محمد الشاكر. إليك الكاميرا والمايك أبو الشاكر، معك تفضل. صباح الخير أسامة، صباح الخير متابعينا لكم جميعا، إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. إذن المملكة بدأت بالفعل بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تشتد خلال ساعات النهار، لا يستهان بها الحقيقة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. هناك سحب ركامية رعدية سميكة في بعض المناطق، أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال ساعات نهار هذا اليوم. يتوقع أن تعم الأمطار الرعدية بشكل متفاوت ما بين الحين والآخر ومن منطقة إلى أخرى خلال ساعات النهار. مناطق عدة من المملكة لا يستبعد أن تكون بعض من هذه الزخات غزير في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، مرفق أيضا بتساقط زخات من البرد. الأمر الذي قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب وربما حتى تشكل لبعض السيول الجارفة في بعض المناطق. في ساعات ما بعد العصر والمساء يتوقع أن تشتد كثيرا الحالة الجوية في المنطقة الشرقية، يعني في منطقة البادية الشرقية ومتوقع هناك هطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة، كفيلة بأن تؤدي تشكل كبير للسيول الذي قد يؤثر أيضا حتى على الطرق الصحراوية الخارجية. ساعات الليل القادمة يحمل معها تراجع مؤقت ويعني تراجع حتى في الرقعة الجغرافية المرافقة لهذه الحالة في المنطقتين الجنوبية والوسطى، ولكن الأمطار الرعدية خلال ساعات الليل القادمة تبقى حاضرة في شمال وشرق المملكة. بالنسبة للمناطق الوسطى والجنوبية بالرغم هذا التراجع تبقى الفرصة متاحة لحدوث زخات محلية رعدية من الأمطار. هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي حتى أي زخة مطرية قد تكون غزيرة بشكل كافي تؤدي بها إلى جريان الأودية. العاصمة عمان اليوم متوقع أن تسجل درجة حرارة 16 درجة مئوية، وطبعا هناك زخات رعدية من الأمطار كما ذكرنا ما بين الحين والآخر. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى متوقع اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنلاحظ أنه ليس هناك انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة، درجات الحرارة بالرغم من هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي لكنها تبقى أعلى من المعدلات المعددة. إربد شمالا إذن 18 إلى 9، جرش 19 إلى 8، المفرق 18 إلى 8، عجلون 17 إلى 8 درجات مئوية. في المنطقة الوسطى في العاصمة عمان 16 إلى 8، الزرقاء 19 إلى 10، في البلقاء من 16 إلى 8، مأدبة 17 إلى 8، البحر الميت من 25 إلى 15 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 15 إلى 10، في الطفيلة 14 إلى 7، معان 17 إلى 7، في الشرام من 13 إلى 4، في خليج العقبة ترتفع إلى 24 درجة مئوية، انخفاض ملموس هناك في درجات حارة، والصغرى إلى 14 درجة مئوية. شرقا في الرويشد يتوقع أن تسجل 14 إلى 9، الصفاوي 15 إلى 7، وفي الأزرق من 18 إلى 7 درجات مئوية. قبل الختام نجدد التوصيات بشأن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بأهمية الضرورة بمكان الابتعاد وعدم المجازفة بالتواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة أو الشعاب أو تلك المناطق التي يشتهر بها ارتفاع منسوب المياه خوفا من جريان الأودية في بعض الفترات بشكل كبير، وضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاحتماء بأي منطقة في حال تشكل السيول الجاري. فالأمر الآخر ضرورة الانتباه أثناء القيادة اليوم والسفر ما بين المحافظات في الطرق الصحراوية الخارجية نتيجة احتمالية عبور السيول أحيانا لتلك الطرق في بعض المناطق خاصة في الطريق الصحراوي المؤدي إلى المنطقة الشرقية من المملكة. وأخيرا ضرورة الاحتماء والانتباه بنفس الوقت من شدة العواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق. هذا كان كومدي بشأن الأحوال الجوية. عودة إليك أسامة، وأتمنى لكم طبعا جميعا نهار سعيد. إلى اللقاء.